السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اسميهم يا ابوكم التي يملوا هالجماعة اللي سووا البلاك اوت هذا يخلي الحجرة ظلام، يخلي الحجرة ظلام. اسميهم حجوا ولا دروا، نعم حجوا ولا دروا، نفكوا الصدع والديانة، والواحد يروم يرقد ويتحرى على الليل لون عز النهار. اسميهم التي يملوا ويمالتم ما شيء كذا. انزين اليوم عاد حين الله يحفظكم، هذا شيء طبيعي، انا توني ناش وحتى ويهي ما غسلته، وغادي الوي عفان الله يا الله من فضلك. ما يبالي مدح حتى ما يتشاهد حين صباح الله خير، لين خلاف عاد يصير ويرتاح ويعين من الله خير نظهره. حين قاعدي عينه وخامره، عينه طافحه بعد، حد يقول طافحة وحد يقول خامرة. الخامرة يعني مرة غايته خمرت العينة، غير الطافحة زايدة عن في وقت التخمير، خذت وقت وايد أو أنه نحط لها مخمر زيادة، فلذلك يسمونها طافحة، فيجي طعم الخميرة فيها وايد قوي. إن كانت عينة جباب لو خمير ولا فقاع ولا أي ولا تشمتشمو ولا أيا كان، أي شيء نحط له مخمر ويزيد له مخمر تطفح العينة، فلذاك يغدي الأكل ريحته مخمر، فريحة المخمر في الفقاع مرة ما تتشاهد يوم الشيء زايد عن حده. ريحة المخمر كريهة يوم تفتح الحرارة بتاكل القرص ولا شيته، ولأن الحرارة دي حتى تحرق العين من المخمر، مخمر ريج يتحرونه زين. المخمر أبوي قله زباد وكثرته سماد، ترى مخمر، مخمر يعني شيء مخومر محومض مخومي مبزين، فلذلك ينبغي نحط القياس الشيء المعتدل. ترى كل شيء معتدل فنان، إن كلت الأكل معتدل فنان، إن سرت السير معتدل فنان، إن أمرت النهيت إن بعلاقاتك، كل شيء علاقات الاعتدال فنانة، في الطبخ في النفق في الإسراف كل شيء مبزي الاعتدال فنان، إلا الكرم. الكرم ما يبقى الاعتدال، الكرم ما يبقى الاعتدال. حد من العرب كرمه حاتمي، حد من العرب كرمه جنوني، حد من العرب الكرم اللي فيه كرم يعني غير نموني زايد، فهذا ما ينقد عليه أبدا. اللي فيه زود كرم ما ينقد عليه، مهما زاد ما ينقد عليه. أنا خبروني عن ريال في السعودية يحلفون لك، ريال مسماي يحلفون ويبطون عمارهم، يميع ليمن ينه حتى سيارته ينزل عنها ويقلطها، حتى سيارته يعطيها سيارته اللي هو يستعملها. بالرغم الريال راعي خير وراعي علم وخبر، لدرجة أن حتى سيايره أغلب ما يكون عليه يعطيه يوم حد يوزل له. شيلكم هي والله ريال مسماي علم وخبر من أسرة معروفة، سبحانك يا رب. وله نسب في دبي بعد، هذا اللبو يطرون ما بالولد، الولد النسب للولد في دبي. يا غير أبوه يحلفون ينه من استوى لو حد بيمدح بشته ليه على ينبه، والله نعقع عن شتفه وقلط عليه وعطاه اياه ويحلف يعني ما يونه. كم ودي شافوه بسياييره هو ربعه يسيروا يتمشون في بقعدته ليهم فيها في الرياض، اعتقد في الرياض قالوا لي ينه يودر سيارته ويرد بسياره ثانيه او سياره حد بالربعه ولا ساعتين بيرد من الشارع، وهو اسم معروف هذا يسمونه الكرم الطاغي، هذا في الكرم طاغي، طاغي كرمه. يلا بس خلاص هذا كل مرقود ترى على فكره، لا تحروني انا بس متى اثرني راقد، انا راقد يمكن الساعه 8 ولا 9 ما تعين ارقد اني ما شاء الله. شوي الله اكبر. مرحبا خالد، شوف الفيفاي هذا موجود في المزرعة معي، شوف الفيفاي كيف ما شاء الله. هذا موت، شو
شوفوا الفي فاي ما شاء الله. ايوه بالنسبه للمطعم البارحي اللي هنا هذا مع الفجر الحين انا ما اتذكر اسمه، مطعم سنغافوري من عند الباب. من انت؟ من انت؟ انا من صلاح؟ انا انا صاحي. من انت؟ خالدي. انت الخالدي؟ دقيت على ابراهيم؟ دق دق دق. شبه انا واعي. ها صباح الخير. صباح النور. يلا قدامنا ساعه بننزل. يلا يلا بابا. ابراهيم ابراهيم تريقت؟ ها تريقت لبعك؟ انا متجمع. شو يعني؟ حلجي يا اخي اول ما احس تبتين الحمل. لا دخيل والدي خليك الحلمة. وي استرح. يلا هذا هذا هدايا حقك انت. إيه. والله هالبارحية في الليل ما رقت لي عرفت شو فيهم، ما برتاح وبين رقت وانا ما عرفت شو فيهم. هذا حقك انت وحقي انا، نص انت ونص انا. ما لا احب بربيك روح يوم بسكر التليفون. قال لي لا تخلوا حد يشوف شو هذا ولا وين جايات. ها ها شو بلاك الحين انت؟ العان يشيل يشيل العان. خلاص ما جاب نعان. لا شوف احنا بنصلي. انا بصلي بتروح ودي. شو بلا الحين شو بلاكم؟ انا بلا فراح خلي نعب بدي خلي. نعال منو هات لابسنها الحين؟ ما صلاح. وليش تلبس نعال صلاح؟ جايين يصلي شوية. لا كيف تصلي؟ كذوطي. لوتي. شوف هاي الملا انا شويه ما فينا احمر ولا لا احمر. ليش ما خليتي يرقد؟ خذوها. لا مخرر خر طول الليل. احل بس لبس نعالك فقير تم يتواجع. انا لبس نعال المشكله. شوف هاي الملا انا ما نو كله هنا. اخ عليك اخ عليك اخ عليك يا صلاح اخ عليك يا صلاح اخ عليك. ما زين شو حينه كنسل في واحد جديد؟ واحد ما يشتري ملانا. خذ لنا عالي جديد. في الفلاح بيعطيك من الجدام. ما قديم انا؟ ايه. ما بياخذ لك جديد. نشتري واحد الحين. قبل دي كذا شو بدها؟ اوكي خذ وين بتصير؟ هذا حجوله. ليش؟ دقيقة. انت ليش عاد؟ هلا شو بتسوي؟ باب ديكا شو تسوي بتسيل ديكا دي اذا شويه دي يلا سر الله يحفظ. لا تتكود شوي شوي. لا اله صلاح اسميك انت متعني ومتصرف زعلان. ليش اسد لبس نعاله؟ ترى اسد من البحر مخلي نعاله هني وساير بلي نعال حجرته حجرته اللي عدل حجرتنا. وحين صلاح ناقم أسد ليش لبس نعال ويعدنا؟ وشل حين يوم حاد يصلي شل النعال وصار يوديها. لا إله إلا الله. Good morning. Good morning محمد. واي تأخرت علي؟ ما تأخرت أنت قلت ساعة أنا كملت نص ساعة. صدق والله؟ أي والله. أنت لين حين ما تسبعت ولا شيء ولا صليت. يلا حين يلا ده ده حين حين. ايه برنامجنا وين بنسير؟ ايه بس البيت امبيكي امبيكي انت مشى هناك امبيكي بنعيم الله خير. صلاح وين بنسير الحين نحن؟ نسيت اي ما نسيت هالمعاير هاللي ما يوجف. شو قلت؟ يلا حينه؟ يلا يلا ها 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 اي صلاح اخ عليك ظهر مخك مخك ظهر مخك 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 يا ربي يا صلاح. صلاح كم عاد سطاطس عجله عجله. صباح الخير. بخير انت؟ ايه روما اخ عليك ماكل حوار طبيعي كالعاده. نتمشى والسيكل ويانا في حال تعب صلاح نحن ابوي بن ناخذ راحه اللي هي دقيقتين. هاي الماركه اللي خبرناكم عنها ماركه اليابانيه موجوده في معظم دول اسيا ما عدا الخليج واوروبا موجوده. شو هاي؟ ايس
قاعد اصورها ما تبين زين ما زين. عباره عن احرف، احرف بالانجليزي من فوق لين تحت. حلوه الفكره وجميله، حلوه الفكره جميله للي يبي يسرقها يعني ما شيء مشكله يعني، مش يسرقها يقتبسها. ثم منور بيت طويل عريض، ما بيت عادي معروف القصد، مول من هالمولات الجميله. هي تسوى الفكره هاي، هم الافكار الجميله يعني. شيء طبيعي نحن سباقين في كل شيء، لكن ما مش غلط ان الواحد بعد يشوف شيء نحن ما تشوف عني انا ما تشوف ال شيء دندوشه هالمثل هالحجم كلها احرف. ترى ابوي هذا مكتوب سيل، الاحرف هاي احرف سيل، تنزيلات بالانجليزي. انا ما انتبهت، عاد حد يا طرش لي رساله قال لي ابوي ترى هذه الحروف عاديه، لا هاي الحروف معناها تنسيل تنزيلات. بس بغيت اخبركم كل مهرجان كيك هذا عندهم اللي تشوفونه اليوم حفله مهرجان كيك حلويات، بالاخص اظني حق العرايس مخيبه، هذا بيت كم مكبره كله من الكيك، وهي عروس كامله هي وما فضل عنها فستانها بشنيولها طرحتها ها كل ابوي ها بعد هناك ها حصان فيوري كامل كله كيك. شو بقولكم بيموتون على الحلاوه. العرب كلها تنزل تحت تصورها متعايز عاد بيني وبينكم، اشكال جميله والله عندهم يعني. الحين ابوي في شيء معركه بينه وبين صلاح، صلاح ابوي ما بطايبه الا هو ياكل، ونحن بنصير بعد ام بي كي ونخايف تخيس كناديرك بتخيس فاني لك، خله هو يطعمك. هاي يوم يقول لك ناصحكم يا بدو في النار، هذا يقول لك يا ناصحكم يا بدو في النار، هذا صلاح. احنا ريال فقير، ها 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 شوي من هذا شوي من هذا، شيرنج ترى شيرنج كل شيء شوي وشوي. بس درا بتشاه انت بتشاه، اعطينا مونه واحده من كل شيء شوي ونه. بس ابوي يتهندق يبي يرد بسرعه، يبي يصير ام بي كي ويبي ياكل ويبي يشرب ويبي كوفي ويبي ما كل بدقيقه واحده. مشكله انت صلاح اليوم عصبي مستوي يا النقمه مكبرها صاح. انت صبر 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 منو يربع وراك؟ لا الدورة بخل أول أنت أول إنت أكل زي أنت حق تطعم شوي شوي. ما يبغي هو، هو ما يريد، بطنه ممزوع. صلاح يقول لك بس خلاص ما يريد. صلاح بسك حبيبي. بتاكل في ابو ظبي في المول؟ إيه؟ زين ما شيء مشكله. حتى بتاكل هذا كله انت؟ ما بكل نروح المول تعال المول. ايش هدية حصة؟ شوف يا صلاح حينه. ها. سمعي حصة شوفي؟ ها خم الدنيا هاي كل. ما تبه؟ بس قايل لك بخبر حصة خب من الأكل. قلت يا خبر هذا خبر. خلي ولي هذا الحين خلي ولي بس خلاص ما يبع. الحين شو مشكلك انت؟ ليش زعلان؟ زين دبي معاير هو توك تعايري في البحر وحين بسير تعايري في سيرة دبي، تراك انت تسير دبي وما تخلي بقعة ما تسير. زين يعني الحين هو صلاح يهدد انت تراك تسير البحر وتاكل وتشرب، انا الحين جايبني هني لازم تخليني اكل هالكيك كله عنكم عسبي عيبني. مش سمعي حصه صلاح هاي اخر مره انا اودي وياي، توبه ما اوديك مره ثانيه. اخر مره ما تصير. هذا مغايض اسد ما ياكل. اسد ليش ما تاكل؟ والله ما في نوم الحين، اذا في اكل بالسوق شو؟ ما في نوم بالليل. هي والله تعبان اذا اكل بعدين انا اعرف شو يستوي؟ شوف غرفه انت ما في برا نفرات يجي يسوي تليفون قول اجلس ما في نوم. زين صلاح شاد كل زين القطعة هاي يا البزة يا الله يا الله يا
يا عذرتنا والله اني جاي صاحي 16 والله ابراهيم ترى جاي 16 ما شي شرات انت اسمع اسد شو يا ربي لا تقولوا ما قلنا لكم هذا يعني ثبت شرعا من شرب من ماهم ما يسلب من حماهم ولا والله يا ابوكم يا النياي 16 واحد عطيس ياي ما ادري ما قلنا لكم يوم الاثنين هو اليوم الاصفر فلذلك تزين كل مناطقهم بالورود الصفر في كل مكان يلونون الاشياء اللي هم يحبونها والمواقع المميزه مالتهم واللي يحطون عليها صور الملك والملكه اغلبيه الالوان كلها صفراء كعاده هنا عاده حدث ولا حرج يوم يحضر البنفسج ليحك الشرع الكل ياكل تبن اذا وصل البنفسج تصمت باقي الالوان شو مبسوط وين شو هذا الحين يعرف ام بي كي بيموت على ام بي كي ها زي يلا الحين يلا الحين ما يبقى كلام حاضرين ابراهيم شفت بحياتك حد يعشق الام بي كي كثر صلاح بيموت من البارحه وهو حاشر لنا حتى اليوم اي والله واليوم ترى صلاح النرفزه هاي والغيظ اللي فيه كل لاجل ييت ام بي كي ما ادري شو بيحصل في ام بي كي يبقى شورتات يبقى من الفنايل هاللي عليه ولا يوجد الا في ام بي كي صلاح شو اي واحد لو لون هذا كم واحد تبى 10 10 بس فراح بيت حق البيت ان شاء الله نشوف الحين كم لون وبناخذهم من كل واحد لون من كل لون واحد ها ماني وان صراحة قلت له ثانك يو ثانك يو لا صراحة ابراهيم ما برهوم عيب يزقرك منو؟ يو ريمبر هيم؟ لا لاست يير ايه صلاح سلمت عليها؟ سلمت عليها ولا ما سلمت؟ بعد بحب مره لازم يعان انت صلاح؟ لا شو عيل؟ كم هاي كم الحين الفلوس عيل؟ كم هاي الفلوس؟ 2000 الحرمة بيزة خلنا نسير يلا مع السلامة السلام عليكم سلام عليكم يا زوي سلام عليكم راعي سويحان ايه البزيه يا ربي ما اخذ ابوي بزل مزاريع كله ما فيك فايده يا زوي اسمك صلاح قولها شوي ها مدام كم نيم شو اسمك صلاح هي خبر شو اسمك صلاح وذس وان ابراهيم اسد وذس وان صلاح شو رايك صلاح ثانك يو ماي نيم خالد كارل يس ماي نيم هي منو يس ساتردي يس لا والله لا ساتردي صلاح شو اسمها هي وين تعرف انت وين شايف انها هي ريمبر يو لاست يير وين يو جيف هيم اوكي ستر دي يا عدد زاويه من شاف الليل من الفاطم يا مرحبا ترحيب البطل يا مرحبا من سر اليوم رسمي من
ديسكاونت. هاي نو مور ديسكاونت. ابراهيم قول حتسوي لنا ديسكاونت. ها؟ قول حتسوي لنا ديسكاونت. اي نيد ديسكاونت. او بليز نو مور ديسكاونت. صلاح قول حت ديسكاونت. صلاح كانوت توك نو. نو. ها صلاح قولها. يس. صلاح قولها. قولها تسوي ديسكاونت. اوه صلاح خير بليز بليز شو الحل صلاح؟ شو خيخ بعد خيخ طب قول هاد سكاونت قول خيخ واي انت صلاح لازم تتاكد مشاكل احنا ما نريد في المكان احنا جايين الحين في عند افتريو تاكل شوي شوي نحط لنا ايس كريم واحد لا عندنا كلنا نعرف لكن انت وقت الاكل تسوي شفت شفت ما في دنجال ايه ابراهيم ترى صلاح وقت الاكل ما يخاوي ولا يعرف امه وابوه وقت الاكل اشوفه لاحظ دابي شو دابي انت احنا ندريب ان ابو ظبي متروس عاير الحين هاي ترى كله عاير التحرر له تياب اللي هذا ابو ظبي كل شيء متروس هذا نحن جاي العسبه افتريو ها اسعد الله مساك ابو محمد ابوي هذا اللي ها نفسه اللي تطريها انت يا حياك الله يا مرحبا يا شو صلاح؟ لا بزعل لا ما بزعل على معاد هذا كله حق انت ويا روحكم انت مع اسد ونحن نعم مع بعض لا هايكم معاكم انا وانت كله انا وابراهيم سمعت عن شو يقول نحن كنا نشترك في هالاكل زين صلاح عادل بعد كذا يلا شكرا هذا عاد ضروري هاي طريقته صبر هذا اللي هو افتر يو موجود في سيان باراغون صورنا لكم ريال عام عام الاول وموجود ابوي في اسمه ده الحين في ام بي كي طيب نحن هذا كله بسوي في شيرنج والله شيء ريال هني عندنا ما سوى خاب طار ما سوى واحد واثنين نحن ونا شيرنج وهو ابوي خمخم الدنيا كلها عندنا ها اضرابه منو يربع وراك حينه الحبيب حبيب شو يعني شوف هي حصة لا لا خلاص شهدي علي حصة شو خمخم الدنيا كلها بس خلاص ما تبع ما يشوف شوف هي حصة شوفي اللي يميز الاسكريم هذا هالنمونة يتهدرك يتهدرك ها يتهدرك شفت الخبيصة المخبوصة زين ما زين ويا يهش النمونة انت بس ما بتينا بدينا زايد لا زي برايك بدينا محمد بزايد ما بتي برايك مش مشكلة انا عندي اي انا اقول لك لا تاكل وايد كلام كلام هبة سهيلي ويا بت ابويا الطباب ويا بتبوي عاصوف 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 يا انا صلاح شو يعني شهدية حصية بنت احمد في امريكا ترى صلاح ابوي خمخم الدنيا كلها خمخم الحين 100 مره يزعل يود الخاشوقه من اخبز هذا رد ياكل بس بس خلاص حبيبي طبعا لك جايينك عصير يصير كلهن حق اسد صلاح ما يبغي صلاح الحين تبغي تسكرين بعد ها شو تريد هذا حق اسد حبيبي اثنين حق اسد يلا اسد اثنين حق اسد شو حبيبي بس عليك يا اسد تبوك الاطم هاي الكبر يعني ها هاي عقب ما كانت تكامل يلا خلاص يلا نسير نحن نسير بس يلا يلا خلينا نسير يلا ابراهيم
صلاح توقت ما تريد. يلا 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 ابراهيم يلا مع السلامه. يلا يلا صلاح يلا مش مش خلي ولي خلي ولي صلاح هايل عليه العصير. ترى ما صورناك ولا شيء يا تو حصه ما تشوف التصوير الحين. السلام عليكم. هلا والله. هذا اسمك عبد العزيز. عبد العزيز الخالدي. الخالدي لك 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 لبوقة. ايه الزمام 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 من هل عنك من عنك عنك لو دارين لا عنك عنك والله ما أحب أقول حنا نسميها عنك ما نسميها عنك. هي نعم مرحبا ولد العم. يا هلا والله يحفظك. مرحبا صحة مبارك اللي شفناكم. صحتك أبرك. بس شوي شوي على أقول لا الأسمريكا هذا جننته. هذا جنن بلاد يا رجال. هذا تراك جننته. الله يستر عليكم. الله يحفظكم ويوفقكم. حياه حياه البلاد حياه 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 رقم واحد مثل ما قلت لكم يوم الاثنين هو يوم اللون الأصفر فتلقط البلد كاملة لابسة صري وسراريح وخلاجيب ونشور وإعلام كلها بوي لون الأصفر. ترى المول اللي فيه شناط اسم سيام ديسكفري ونحن نيهن شتشة من سيام ديسكفري لين سيام سنتر لين هذاك اللي عقبه والدنيا مطرجة لين نوصل فندقنا. يلا بيك 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 اصبر خطفت على شيء ياز. اخواته ما زيارين حق ابوي هل بالمضار وهل بالمواد. شيء لكم ابوي ها اخواته ما زيارين شيء عندهم. هذاك بعد هيكل هناك زنود كل شيء مكود ابوي عندهم فيهم مضار بعد هولا تحروهم خلايا ما يخلون ابوي من المضار. اي والله لا لا ما الحين ما طايح خلينا نصوره الريب ما طايح هاي يسمون ابراهيم الفلاسي قال ابوي لا تصورني ولا عندك خبر خلاص بنت طايح صدره.